الأخبار من الراي. روح التعاون الواردة من الجهتين. اتفقنا أن في أولويات حكومية وأولويات نيابية. تدارسنا هذه الأولويات مع الأولويات النيابية. اجتماعات لجنة تحديد الأولويات تتواصل على قدم وساق، وتصريحات الطرفين تشي بالتفاؤل وتكشف عن قرب بلورة النتائج. رفع قيمة أو خلينا نقول المخصصات بالنسبة حق المريض. في بعض هذه الحسابات الختامية لم يوافق عليها. وفي نشاط اللجان، الميزانيات ترفع تقريرها بشأن ميزانية بعض الجهات، والصحية تعد بزيادة مخصصات مرضى الخارج. قرار وزاري يقضي بتشكيل لجنة أمنية برئاسة العمر، مهمتها دراسة وتنفيذ توصيات الجلسة البرلمانية الخاصة بالحالة الأمنية. عبر ساحة الإرادة، وقفة وفاء لأمير القلوب في الذكرى 17 على الرحيل، يتخللها استعراض المناقب واستذكار المآثر. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. لا زالت اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة والمؤلفة من أعضاء مكتب مجلس الأمة وعدد من وزراء الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها المتتالية للاتفاق بشأن الأولويات المزمع إقرارها في دور العقاد الحالي. اللجنة التي عقدت اجتماعا اليوم خرجت بنتائج إيجابية على حد تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك، الذي أعلن عن تفاؤله بالروح السائدة بين النواب والحكومة للاتفاق على حزمة الأولويات استعدادا لرفعها إلى البرلمان وإقرارها. كما تحدث عقب الاجتماع عضو اللجنة النائب معصوم والمبارك عن تقرير قريب للأولويات سيخرج عقب اجتماعات اللجنة المقبلة. كون ضمن الفريق الحكومي الذي حضر الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد والاتفاق على الأولويات المشتركة للحكومة ولمجلس الأمة، استعرضنا عدد كبير من ما تراه الحكومة من أولويات. كذلك قاموا الأخوة أعضاء اللجنة في مجلس الأمة بكذلك عرض ما لديهم من أولويات. لا زال النقاش مستمر، وكنت سعيد جدا بروح التعاون الواردة من الجهتين أو من الطرفين من أجل إنجاز والاتفاق على هذه التشريعات التي نرغب إن شاء الله إنجازها، والتي لا شك ستنعكس على المجتمع بشكل إيجابي وملموس. لكن هذا الاجتماع الأول، واتفقنا بأن يجب أن يكون في اجتماعات أخرى خلال الأسابيع القادمة لكي نقدم جدول متكامل لمكتب المجلس قبل إقرار نهائيا. بالنسبة للحكومة، نحن قدمنا أولوياتنا بتتعلق بالشأن الاقتصادي اللي كانت على أولوية الحكومة، في مشاريع متعلقة بالتنمية الاجتماعية والصحية والثقافية، قضايا متعلقة بقضايا الأمنية فيها، وقضايا تشريعية بتهم تنظيم التشريعي في البلاد في هذا الإطار. اليوم كان في حديث تعاون إيجابي بيننا وبين زملائنا النواب في القضايا، شتت القضايا في هالموضوع، وكان في تفاهم وتوافق كبير في الأولويات بين الحكومة والمجلس. وإن شاء الله في اجتماعنا القادم ب 29 شهر 1 سنتقدم ونتفق على جميع الاقتراحات بقوانين أو مشاريع بقوانين بيننا وبين المجلس، ويكون بقية لجان المجلس قدمت أولوياتها لتعرض علينا جميعا،
وإن شاء الله ننتهي ونعرض على المجتمع الكويتي أولوياتنا المتوافقة عليها بيننا وبين المجلس الأمة إن شاء الله. كما اتفقنا أن في أولويات حكومية وأولويات نيابية، اتفقنا على أن يعني في بعضها مدرج على جدول أعمال، في بعضها سوف يحال من الحكومة إلى مجلس الأمة، يكون في ما بيننا تنسيق على هذا الأمر. راح يكون بين فترة وفترة في اجتماعات لبحث الأولويات وترتيبها وعدد يعني التمازج فيما بين الأولويات الحكومية مع الأولويات النيابية. تدارسنا هذه الأولويات مع الأولويات النيابية التي قدمت من اللجان، وتوصلنا إلى مجموعة من الأولويات، حزمة من الأولويات، بعضها معروض على جدول الأعمال وبعضها محال، سواء بشكل مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين محالة من الحكومة. طبعا سيتم تعامل فيها باللجان المختصة بما يعني يتوجب عليهم العمل فيه، وبانتهائها يتم رفعها إلى مجلس الأمة. على صعيد آخر، التأم شمل أعضاء اللجان البرلمانية التي تواصل عملها لإقرار وإنجاز تقارير مدرجة على جدول الأعمال. وفي السياق، عقدت لجنة الشؤون الصحية اجتماعا مثمرا، كما لجنة الميزانيات ولجان برلمانية عدة. ربا بداح وعمل اللجان بالتقرير التالي. أنهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعد اجتماع مطول اليوم، أنهت تقاريرها بشأن ميزانيات عدة جهات حكومية متراكمة، كما رفضت التصويت على ميزانيات جهات أخرى. رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد شرح بعد الاجتماع أسباب الرفض والموافقة. في بعض هذه الحسابات الختامية لم يوافق عليها نتيجة لوجود مخالفات وملاحظات من ديوان المحاسبة، ملاحظات جوهرية جدا موجودة في التقرير، ولم يتم الموافقة على تلك التقارير نتيجة لوجود تلك الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة. كان تركيزنا في الموافقة على بعض الحسابات الختامية اللي الموافقة عليها تكون من صالح خزانة الدولة. لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية عقدت اجتماعا مع المعنيين بملف العلاج في الخارج، وقد وعد مقرر اللجنة النائب هاني شمس وعد باسم أعضائها وبعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية برفع مخصصات مرضى العلاج في الخارج، بالإضافة إلى رفع مخصصات المرافقين لهم. تقريبا مهم قدرنا نوصل اليوم إلى اتفاق، وأيضا كان طلب وكان عندهم قناعة أن المخصصات بالنسبة حق المرضى وخصوصا المرضى والمرافقين الموجودين في خصوصا الدول الأوروبية ومع الغلاء الحالي اللي موجود، تقريبا صار الاتفاق وأنه راح يرفع في وزارة الصحة. حكوميا، أصدر وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا يقضي بتشكيل لجنة أمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، وذلك لدراسة وتنفيذ التوصيات التي أسفرت عنها جلسة مجلس الأمة بشأن الحالة الأمنية واتخاذ الإجراءات حيال تنفيذ ما ورد فيها من مقترحات. من جهة أخرى، وخلال استماعه إلى تقرير عما تعرض له نقيب خلال إحدى المسيرات، أكد الحمود أن أي اعتداء على رجال الأمن هو اعتداء على وزارة الداخلية وعليه شخصيا، مضيفا أن من ارتكب مثل هذه الأعمال المسيئة بحق رجال الأمن لن يفلت من العقاب. هذا وصدر نفي عن الداخلية لصحة ما ورد حول إطلاق نار عبر الحدود الكويتية العراقية، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة تماما على الحدود الشمالية. المحكمة الدستورية أجلت اليوم الطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة، وذلك إلى جلسة 5 فبراير المقبل. وكانت المحكمة قد نظرت أمس في ثاني جلساتها بالطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الثانية، وعددها 9 طعون، وأجلت طعنين إلى جلسة 5 فبراير. كما طلبت المحكمة من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات موافاتها ببيان النتيجة النهائية للانتخابات المعلنة في الدائرة.
في الذكرى السنوية السابعة لرحيل أمير القلوب، نظمت مجموعة شباب إلا الكويت وقفة وفاء للشيخ الراحل جابر الأحمد، وذلك في ساحة الإرادة وسط حضور عدد من النواب السابقين والناشطين. وقد استذكر المشاركون في الوقفة مآثر الشيخ جابر وأهم إنجازاته، مستعرضين جانبا من خطواته إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت. استعرضت الأمانة العامة للأوقاف خلال مؤتمر صحفي فعاليات ووقائع الملتقى الوقفي 19 الذي يقام برعاية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في 21 و22 من يناير الجاري. نحن نطمح بإذن الله إلى تحديث هذه الوسائل وإضافة ما يغطي التنمية المجتمعية، ولا أدل من آخر وقفية طرحناها وطرحنا فكرتها لصاحب السمو أمير البلاد وكل المجتمع الكويتي، وهي وقفية تكريس الهوية الكويتية وتعزيز المواطنة وتطويق الطائفية. هذه من أبرز الوقفيات التي نطرحها للتعاون والانفتاح المجتمع. كذلك وقعنا اتفاقية مع جمعية الكويت للمياه لتغطية كل ما يتعلق بالمياه، سواء أبحاث أو أنشطة أو خدمات أو مؤتمرات. اقترحنا على وزارة الداخلية وقفية الكويت للتوعية المرورية والسلامة من حوادث الطرق. ضيوفنا في هذا الملتقى من عدة دول، بل ومن عدة قارات، من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من دولة قطر، من المملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، من الولايات المتحدة الأمريكية، من استراليا، من نيوزيلندا، من ماليزيا، من البوسنة والهرسك. الحلقة النقاشية بعنوان تجارب عالمية في تنمية المجتمع تتناول نفس المحور، وسيلقي تجربة الأوقاف الأسترالية والنيوزيلندية الأستاذ حسين بن يونس الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية، وتجربة الوقف والتعليم سيلقيها الدكتور محمد إسلام حنيف من جامعة ماليزيا. الجمعية الكويتية للديسلكسيا نظمت حفلة تخريج مجموعة من الطلبة المعسرين قرائيا وسط حضور حافل، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القطامي أهمية الخدمات التي تقدمها الجمعية للأطفال الذين يواجهون صعوبة في القراءة، كما أشار إلى تمكن الإخصائيين من إحداث نقلة تعليمية نوعية مع بعض الأطفال الذين بدت عليهم مؤشرات الاستجابة الإيجابية للجهود التي بذلت. أهم أهداف الجمعية عندنا أن ممكن نقدم لأبنائنا وبناتنا الخدمة أو الحاجة اللي هم يعني يبحثون عنها، وأيضا تنعكس هذه بالإنجاز الطيب والمستوى الطيب. يعني شفنا هذا الولد، وهي أصعب شيء عند الشخص اللي عنده عسر القراءة أن يقرأ القراءة الجهرية، وما شاء الله الآن قرأها بكل يسر وسلاسة، وهذا شيء بصراحة يفرحنا كثير. وهذا أيضا يظهر لنا أنه هناك عمل وليس فقط كلام، والحمد لله. يعني لما نشوف هالكوكبة الطيبة من أبنائنا وبناتنا أصبح الآن في مستوى يعني الطلبة العاديين بالله الحمد، وإنجازاتهم إنجازات طيبة، هذا شيء يفرحنا ونتأمل أنه نستمر في إعطاء مثل هذا العطاء. مجموعة ITS نظمت حفلها السنوي في قاعة سلوى الصباح وسط حضور حاشد لحفل التكريم المميز عقب طفرة التقدم والتطور في خدمات شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية، وأشهد القائمون على الشركة بالنجاحات التي حققتها على مدى الأعوام المنصرمة، فيما تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول والبرمجيات المعلوماتية، كما توفر منتجات عالية المستوى تمكن الشركات من ملاحقة التغييرات الطارئة على بيئة العمل ومواجهة التحديات وانتهاز الفرص المستقبلية، مستهدفة بخدماتها المصارف والمؤسسات المالية إلى جانب قطاعي الاتصالات والتعليم العالي.
نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. استعراض النتائج الإيجابية والأداء الجيد لفورد الشرق الأوسط خلال العام المنصرم. من جديد أهلا بكم. حرصا منها على التواصل الدائم مع جمهور العملاء، عقدت شركة فورد الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة حمد محمد الوزان وشركاء جلسة حوارية تم خلالها التأكيد على النجاح الذي حققته الشركة خلال العام 2012 على كافة الأصعدة. كما أوضح المسؤولون في الشركة أن العام المنصرم كان استثنائيا بالنسبة لفورد التي استطاعت أن تخطو خطوات جيدة فيما يخص الأرباح، كما تم وضع خطة تسويقية متكاملة للعام الجاري. فورد الكويت ولا فورد؟ أول اجتماع ولقاء لنا مع الصحافة بالكويت. كانت هذه السنة استثنائية لفورد عالميا لعدة أسباب نجحنا فيها من نحقق كذا عديد من الإنجازات. أولا رجعنا لفورد تصنيفها الاستثماري الجيد بعد شغل دؤوب بهالسنوات اللي قطعت، ومنها أطلقنا 25 سيارة جديدة و31 نظام حركة، وكمان سجلنا من ناحية أرباح 13 فصل متتالي من الأرباح حتى الفصل الثالث من 2012 هذيك السنة، بما فيها أرباح قياسية بأمريكا الشمالية. وكمان وضعنا خطة شاملة لاستعادة الربحية بأوروبا، وكفينا لعم كفل الاستثمار ببلاد مثل بآسيا وأمريكا الجنوبية. إحنا شراكتنا مع فورد الأم استمرت ولله الحمد أكثر من 20 سنة في الكويت. إحنا سعيدين جدا بهذا التعاون وهذه الشراكة، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم دائما الأفضل لشركة فورد الأم وما يتطلبه منا زبائننا الكرام. أحب أنوه أن يعني السنة هذه سنة جدا مهمة، سنة 2012، وكان فيها نقلة نوعية للمجموعة العربية للسيارات حمد محمد الوزان وشركاء بعد توقف سيارة الكرام فيكتوريا والجراند ماركيز. بجدية فورد الأم وبجدية فريق العمل في فورد الكويت استطعنا أن نتعدى هذه المرحلة ولله الحمد بنمو أكبر من ناحية مبيعات سيارات الفورد. نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد قليل. الاتحاد السعودي يقيل مدربه فرانك ريكارد بعد إخفاقه في دورة كأس الخليج. من جديد أهلا بكم. قال مهاجم منتخب الكويت لكرة القدم بدر المطوع أن التبديلات الاضطرارية في صفوف الأزرق أثرت على أدائه في مباراته أمام المنتخب الإماراتي التي خسرها بهدف وحيد في الدور قبل النهائي لدورة كأس الخليج 21. وأضاف المطوع أن تعرض لاعبين بارزين في المنتخب الكويتي وهما مساعد ندى ووليد علي للإصابة أربك حسابات المنتخب لصعوبة إجراء تغيير في خطة اللعب بعد تبديلين ولم يبقى إلا بديل واحد فقط، مشيرا إلى أن اللاعب فهد عوض تعرض للإصابة في آخر 15 دقيقة وتحامل على نفسه حتى نهاية المباراة. وأشار المطوع أن الأزرق الكويتي يمتلك لاعبين واعدين ومميزين في صفوفه، متوقعا لهم مستقبل كبير في الاستحقاقات المقبلة. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أحمد عيد الحربي إقالة مدرب المنتخب السعودي الأول الهولندي فرانك ريكارد، وأن قيمة الشرط الجزائي يبلغ 18 مليون ريال. وجاءت الإقالة بعد تصويت غالبية أعضاء الاتحاد على إقالة المدرب بعد إخفاقه في دورة كأس الخليج وخروج الأخضر السعودي من الدور الأول للبطولة. كما قرر الاتحاد السعودي تعيين الإسباني سيرجيو مدرب للمنتخب الأول وتكليف سلمان القرني مشرفا مؤقتا على المنتخب. وبات ريكارد الضحية الثانية لدورة كأس الخليج بعد إقالة الاتحاد القطري مدربه البرازيلي باولو أوتوري بسبب النتائج السيئة وخروجه من الدور الأول هو الآخر.
قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.